مشاهدينا اهلا بحضراتكم، فقره طبيه جديده من فقرات برنامجكم طبيب اليوم. النهارده هنتكلم عن مرض بيعاني منه يمكن مش هقول لمعظم الشعب المصري والوطن العربي ولكن في العالم كله، هو مرض منتشر بشكل كبير. المرض ده دايما بيتقال عليه انك لازم تصاحبه، لازم تكون صديقه علشان تقدر تتعايش معاه، علشان تقدر تتكيف في حياتك وما تحسش بأزمات او بآلام او كمان بأي مشاكل صحيه تانيه. مرض السكر هو مرض العصر، خلاص أصبح مرض مزمن موجود دلوقتي، وبالتالي كمان هو مرض وراثي، فكتير مننا ممكن يكون مش أسلوب أكله ولا أسلوب حياته ولكن بالوراثة، حد عنده السكر أو حد من أسرته أو الأب أو الأم، بالتالي بيبقى الأبناء عنده. زمان كنا بنقول هناخد الإنسولين أو هناخد الإقراص على حسب نوع السكر. في ناس ما بتقدرش تصاحبه زي ما أنا قلت، في ناس ما بتقدرش تتكيف معاه. الآن في مصر احنا يمكن اتكلمنا كتير عن العمليات الخاصة بالسمنة ومنها عملية التحويل المصغر للمعدة، واتكلمنا ان هي ليها دور أساسي في علاج مرض السكر. هنتكلم بقى النهاردة عن الحالة اللي معانا، ان مش ما كانش السمنة اللي مضايقاه قد ما كان مرض السكر، وبالتالي هو قام بعمل العملية وأصبح في حالة صحية جيدة جدا جدا، وخلاص تقريبا يعني شفي من هذا المرض. طبعا اللي يعني قام باجراء العمليه هو رائد من رواد في مجال العمليات الجراحيه الخاصه بالسمنه في مصر، وهو الاستاذ الدكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. اهلا بيك يا دكتور، منورنا النهارده. يمكن انا في البدايه قلت ان مرض السكر هو مرض اصبح منتشر بشكل كبير جدا، وهو مرض وراثي، فممكن مش باسلوب اكلنا ولا بطبيعه حياتنا بنصاب بهذا المرض عن طريق الوراثه، لان هو ليه جينات معينه وراثيه. كنا اتكلمنا كتير قبل كده ان تحويل مصغر المعده بتفيد اكتر مرضى السمنه اللي بيعانوا من مرض السكر، ففي الحالتين بيكونوا اصبحوا بصحه جيده وشفي من مرض السكر. لكن النهارده حضرتك معانا حاله كان هدفها الرئيسي من اجراء العمليه هو الشفاء من مرض السكر وليس السمنه. اسمح لي ارحب بضيفنا اللي منورنا النهارده الاستاذ سليمان. اهلا بيك استاذ سليمان، منورنا النهارده. ويمكن هتكلم مع حضرتك اكيد بالتفصيل ازاي خطر في بالك انك ممكن تجري العمليه دي، لان معظم اللي بيلجأوا هذه العمليات بيبقوا مرضى سمنه فبيشتكوا من الام كتيره وحاجات كتيره ومن ضمنها مرض السكر. لكن هبدا مع الدكتور، واشرح لنا يا دكتور كيفيه استخدام التحويل المصغر للمعده لعلاج مرض السكر. هو الحقيقه طول عمر عمليه التحويل المصغر من اول ما طلعت وهي معروف ان هي انجح جراحات السمنه، وهي لما اتعملت كان الهدف منها انها السمنه، ولوحظ ان المرضى اللي بيجروا العمليه اللي عندهم السكر بيروح مباشره بعد العمليه. وكان هنا الطفره الحديثه والتحول في تاريخ هذه العمليه للبحث عن كيفيه حدوث هذا التغير في مرض يكاد يكون اهم من السمنه عند ناس كتير، وهو السكر. لان السكر ما بينظرلوش نظره ان هو مرض عادي تاخدله اقراص ويروح، لا، هو مرض بيبدا الاول بسيط، تبتدي تاخدي حميه غذائيه او نظام غذائي يتظبط، بعد كده لا، بعد كده نحتاج ادويه، بعد كده نزود الادويه، بعد كده انسولين، بعد كده ندخل في مضاعفات السكر وكلنا عارفينها، وكل بيت فيه مريض عنده سكر وصل لقمه المضاعفات من غير ما نخوف الناس، لكن الناس كلها عارفه السكر له تاثير على شبكيه العين، على الشرايين، وعلى جلطات القلب والمخ، على التهاب الاعصاب الطرفيه. ده لو جرح صغير ما بيلتئمش يعني، جرح بسيط كده بنقعد بيقعدوا فتره طويله ويفضل طبيعي. المريض يعاني حياته كلها من السكر. فبدا الاهتمام ازاي العمليه دي ضيعت السكر. ومن هنا تم تعديل عمليه التحويل المصغر للمعده لاجرائها لمرضى السكر اللي لا يعانون من سمنه من الاصل. احنا كنا من فترة بنتكلم ان احنا عملنا 3000 حالة من حالات التحويل المصغر للمعدة، احنا عندنا 2000 حالة عندهم سمنة وسكر، وعندنا 1000 حالة ما عندهمش سمنة على الاطلاق، عملوا العملية من لاجل السكر فقط. استاذ سليمان، الحالة بتاع النهاردة احدى هذه النماذج.
اللي بتبين ان عمليه التحويل المصغر زي ما قلنا من سنين طويله، وكان في بعض ناس بتشكك ان يمكن اجراء التحويل من غير ما المريض يخس قوي. وقلنا ان احنا حضرتك تقدر تتحكم في ده، تحكمنا في الوزن اللي يقدر ينزل عن طريق تصغير او تكبير حجم المعده، وعن طريق طول الوصله اللي بين الامعاء وبين المعده، نخليها 120 سم ولا نخليها 150 ولا نخليها 2 متر ولا 2 متر ونص. والحاجات دي الحمد لله احنا كان لنا اسبقيه في العالم، وقدمنا ابحاث اتقبلت في العالم كله، العالم كله بيعمل الكلام ده دلوقتي، واصبحت عمليه السكر مش بس واخده قبول دولي، لا ده اصبحت ريكومندد وبيوصى بيها في المحافل الدوليه الطبيه. والسنه دي مؤتمر الافسو اللي هي الفيدراليه الدوليه، موضوع العنوان الكبير بتاعه التحويل المصغر للمعده لعلاج مرض السكر في الاوزان البسيطه، الحاله اللي معانا بالظبط الحاله بتاعتك. بس خد بال حضرتك الكلام ده بعد ما احنا بدانا مشوار اكتر من 7 سنين في هذا المجال، وكان لسه الكلام ده مش معروف خالص. لكن الحمد لله ان كل هذا المجهود من نجاح واصبحت طفره على مستوى العالم كله. استاذ نيمان، عايز اعرف بقى في البدايه حضرتك كده لما كان سكرك كام، ولجأت للدكتور احمد السبكي من خلال اجراء العمليه، ما خفتش ليه من اجراءها؟ يعني احكي لنا بقى التفاصيل كلها عنك. هو انا كان عندي سكر من حوالي 10 سنين. في البدايه طبعا اول ما عرفت ان انا كان عندي سكر وكده كان ارتفع بدون علم وبدون اي حاجه، ما بعد ما كشفت عرفت ان السكر. مع الوقت وكده كنت باخد اقراص خفيفه، وبعد كده زاد السكر علي، زودنا الجرعه وبعدين بدات ان انا اتعب من السكر حتى مع الاقراص. فبدات طبعا بعد يعتبر كان عندي السكر بقالي 10 سنين، بدات ان انا ادور على علاج او وسيله ثانيه للعلاج من السكر وكده. فلما شفت الدكتور في التلفزيون اكتر من مره وتابعت الحلقات بتاعته وكده، فرحت العياده وكشفت واداني تحاليل وعملت اللازم بالنسبه له اللي انا اعمله وكده بتاع. فدخلت اصريت ان انا اعمل عمليه، بس اخدت سنه، يعني مش تفكير بقى، اخدت سنه مع بال ما انا ايه جهزت نفسي اللي انا نفسيا انفرادي. ما هي بتبقى اكيد مع دكتور احمد صبكي النفسيه هو بيهتم قوي بالعامل النفسي في الموضوع ده. لا هو اداني وقتي كمان. هو اداني وقت فتره طويله. سنه يا دكتور، يعني سنه حضرتك نديله الفرصه يفكر. حريصين المريض لازم يبقى مقتنع. لما بيجي لي مريض سامع عن الموضوع كده ومش لسه عنده كونفينسنج ولسه مش مقتنع 100%، بشرح له واقول له مش هنعمل العمليه دلوقتي، خد وقتك، لو استنينا شهر اتنين سنه اتنين باذن الله برضو العمليه هتضيع لك السكر، ما عندناش مشكله طالما ما وصلناش لتلف في الاعضاء. لكن طبعا كل ما بيبقى بدري كل ما يبقى احسن طبعا. لكن نقطه مهمه جدا ان المريض يبقى حاسس بالطمانينه قبل ما يجري العمليه. هو فعلا استاذ سليمان ما كانش وزنه كبير، كان وزن حضرتك كام يا استاذ سليمان؟ 82 لما انا رحت للدكتور. ما هو مهني شويه. وبعد كده لما رحت عملت الفحوصات وجهزت نفسي وجهزت الورق وكل حاجه، التحاليل وكده، قال لي كده معقول شويه، ودخلت عملت العمليه. لان طبعا انا كنت وصلت لمرحله السكر فيها وصل ل 460 بدون مشاكل، يعني بدون ضغط عصبي، بدون اكل، بدون يعني حضرتك مظبط كل حاجه في الاكل وكل يعني حاجه. ده كان يعتبر الطبيعي. الطبيعي واساس المرض كان هربان من الانسولين. يعني احنا عندنا مرضى كتير بتهرب منه، بيفضل يعني يقول مش مهم انا باخد قرصين وخلاص والامور ماشيه، ولا اخبط شويه السكر يعلى اظبط نفسي. اول ما بيجي المريض عند مرحله الانسولين بيبدا بقى يبتدي يحس ان دي ستيب وخطوه كبيره عليه، طبعا يبتدي يفكر في اجراء العمليه عشان يتخلص من الانسولين. والنقطه دي بنشوفها مع مرضى كتير. طيب طبعا الوزن 82 كيلو ما بيعتبرش وزن كبير طبعا بالنسبه للسن والطول وزن والحاجات شبه طبيعي. شبه طبيعي. حضرتك يمكن قبل الفقره قبل ما نكون مع بعض على الهواء قلت لي احنا يعني في اوزان معينه ما بنقدرش نقول لا مش هنقدر نجري العمليه دي، فاحكي لنا برضو تفصيل اكتر عن اختيار الوزن. احنا بنقول ان العمليه يمكن اجراءها لاوزان مختلفه، الحد الادنى ليها
ان المريض يكون وزنه زايد في حدود 15 كيلو عن طوله. لان هو المريض ممكن يخس 10، ممكن يخس 12، ممكن يخس 15 كيلو. ده واحنا عاملين العمليه باقل دايامترز اللي هي للسكر مش للسمنه. فلما يجي لي مريض مثلا وزنه 70 كيلو وطوله 170 سنتي، بقول له لا للاسف ما ينفعش، لازم يبقى وزنك طالما انت طولك 170 يبقى 85. فللاسف بنضطر نرفض بعض الحالات، لكن استاذ سليمان على 82 كيلو قلنا له ان انت هتخس ممكن تبقى 70 كيلو. تمام. فما كانش احنا معانا برضو العمليه، يمكن حضرتك هتوضح من خلال ده الديزاين اللي احنا بنتكلم عليه في العمليه. احنا ممكن نعيد الفيديو تاني يا احمد بعد ما يخلص عشان الدكتور يحكي لنا ازاي بيقدر يتحكم في الوزن اللي ننزله. تمام. من خلال الديامترز. بص حضرتك، هو دي المعده، كل اللي احنا بنعمله احنا بنعزل جزء من المعده، يبقى الجزء اللي هو ما بقاش الاكل ماشي فيه اللي هو على ايدنا اليمين واحنا قدام الشاشه اللي هو مش شغال، هو ده اللي فيه الهرمونات اللي بتبقى في البنكرياس. انا عزلته، الاكل ما بقاش يخش فيه، والاكل بقى يصب من القناه الطويله دي اللي هي جزء من المعده برضو في الامعاء، زي ما حضرتك شايفه جزء من المعده فوق بيصب من الامعاء. تمام. الجزء الثاني ده بيوصل له التغذيه بتاعته عن طريق الدم وما بيتاثرش خالص سلبيا، لكن بنعزل فيه جزء من الهرمون اللي بيضر. اصبح عندنا حجم من المعده بيصب في طول معين من الامعاء بقطر فتحه معين. الثلاث حاجات دول اقدر اتحكم فيهم، اقدر اكبر واصغر حجم المعده عشان المريض يخس او يقل حسب اللي انا عايزه، واقدر اخلي طول الامعاء 100 سنتي، 120 سنتي، 150، 2 متر، 2 متر ونص عشان اقدر اخسسه قد ايه. والقطر بين المعده وبين الامعاء اقدر اخليه ضيق لو انا عايزه يخس كتير، واقدر اخليه واسع لو انا عايز المريض ياكل وجبه كامله وكل ساعتين ثلاثه ياكل. مريض التحويل المصغر للسكر اللي هو وزنه مش عالي ممكن ياكل 6-7 وجبات في اليوم، مجموعهم قد اللي كان بياكله اكتر من الاول. اكتر من الاول. ومع ذلك لا يدخن، ما يدخنش ولا السكر يزيد عليه. وكل الانواع بلا تحديد، ياكل كل حاجه حتى الحاجات اللي كانت ترفع له السكر في السماء. زي الشوكليتس والحاجات اللي هي والاكل الدسم دلوقتي ياكلها وبرده سكر ما يعلاش. طيب استاذ سليمان، يمكن الدكتور بيقول ان انت دلوقتي ممكن تاكل اي حاجه من غير ما تحس بالام او تحس ان انت وزنك زاد، فعلا بناكل براحتك؟ هو بالفعل ده هو اللي حصل. يعني انا مثلا كنت ممنوع عن اكلات جميع انواع النشويات. النهارده انا باكل جميع انواع النشويات وبكثره ازاي كمية. يعني ما بقتش اخاف منها. مثلا العنب، البلح، الحاجات اللي هي السكريات الزايده بقيت الحمد لله اكلها، بس زي ما قال الدكتور ان انا النسب بتبقى قليله. وبدل مثلا ما باكلها مره في اليوم ممكن باكلها 3-4 مرات في اليوم، بس مش بالك واحد او كميه كبيره مره واحده. لا انت اكيد ما تقدرش تستحمل، يعني المعده برضو عشان هي صغيره دلوقتي. هي اللي بتقول دلوقتي خلاص خلاص مش بتاخد قادر. الكميه بتاعتها بتقول شكرا على كده، بعد ساعه ساعتين ممكن تاخد اي حاجه تانية ما فيش فيها اي مشكله. بالنسبه بقى للمرض السكر نفسه، حضرتك ابتديت تاخد بقى قياسات للسكر دوريه اكيد طبعا، وابتديت تشوف ان هو خلاص ابتدى يقل معاك نسبيا ولا ايه بالظبط؟ هو السكر انا من بعد ما خرجت من المستشفى من عند الدكتور بيومين بدات اللي انا وجهني هو اللي انا اعمل جدول عشان اقيس بيه السكر صبح وليل. عشان انا اطمن من يمه بالظبط، وهو يطمن كمان، ومن اليمه الثانيه اللي انا اروح له بالجدول ده في المتابعه يعرف نسبه السكر من يوم ليوم نزلت قد ايه. فالحمد لله لقيتها يوم عن يوم واسبوع عن اسبوع لقيتها بتقل جامد جدا. فطبعا ده من الحاجه اللي هي طمنتني بان نجاح العمليه نجاح العمليه اولا. ثم ثانيا انا خلاص ارتحت نفسيا خلاص. ما عادش عندي خوف من اللي انا كنت خايف منه. تمام. إيه طيب دكتور احمد، هل لو حد كان ابتدى بقى ياخد الانسولين، يعني ده في مرحله الجرعات الراس بتبدا ان انت ممكن تتدخل ويتم شفاء مرض السكر، لو حد بقى خلاص هو اوريدي، يعني اي حد بيشوفني دلوقتي هو بقاله سنين بياخد انسولين، يعمل ايه؟ لا، العمليه باذن الله ناجحه لاقصى واصعب حالات السكر. حتى اللي بياخد انسولين وبياخد بقاله 5 سنين و10 سنين لا واكتر من كده، العمليه ان شاء الله بتضيع السكر خالص. بس احنا دايما بنقول كل ما نلحق البنكرياس وهو فيه نسبه معقوله من الكفاءه كل ما يكون الشفاء
بإذن الله أسرع ومضمون أكتر. لكن بنقول في أصعب حالات السكر اللي هو ممكن يبقى بقاله 30 سنة بياخد أنسولين والبنكرياس بتاعه شبه زيرو، أقل نتيجة ممكن تحققها العملية 75%. بمعنى لو هو مثلا بياخد أنسولين بجرعات كبيرة ممكن ياخد قرص، لو هو بياخد انسولين بجرعات بسيطه لا برضه بيروح، مع انه ممكن يبقى له 20 و30 سنه. الكلام ده بنقدر نحدده قبل العمليه. يعني بنعمل تحليل اسمه كفاءه البنكرياس اللي هو السي بيبتايد، وده بنعمله صايم وفاطر. وبنقدر نقول للمريض باذن الله انت من الحالات اللي باذن الله مضمون فيه النتيجه 100%، ودي معظم الحالات. او في احتماليه عشان البنكرياس ضعيف ان احنا نحتاج قرص مساعد بعد العمليه. الكلام ده بنبقى قايلينه قبل العمليه، ما بيبقاش مفاجاه. حضرتك تبقى واضح في كل تفصيله. معانا صوره برضو حضرتك ممكن تعلق لنا عليها. يعني ده بيبين دلوقتي بعد العمليه، وزي ما قلت لحضرتك الصوره دي بتوضح جزء من المعده بيصب في الامعاء على بعد معين. الحجم بتاع المعده ده في الصوره دي ده خمس حجم المعده، وده اول ما اتعملت العمليه وكانت بهدف السمنه. لكن بالعكس بقى دلوقتي انا ممكن اخلي الجزء ده هو الاكبر، يعني ممكن الجزء ده يبقى اكتر من نص المعده، ويبقى انا عازل اقل من نص المعده لان انا مش عايز اخسس المريض. وتوصيله المعده مع الامعاء تبقى على بعد 120 سنتي. وصلنا لفتره ان احنا نخليها 100 سنتي، بس لقينا ده ما بيديش القوه اللازمه لبعض حالات السكر القويه. فستاندردايزد في العالم كله دلوقتي في الحالات اللي وزنها معقول بنعملها 120 سنتي. التوصيله اللي بين المعده والامعاء لو المريض وزنه تقيل بنعملها قطرها 2 سنتي. في حاله زي حاله استاذ سليمان بنعملها له 3.5 سنتي. ده معناه ايه؟ عنده سكه مفتوحه بياكل نص معدته، والفتحة التوصيلة اللي بتصب في الأمعاء واسعة، فالأكل بيصرف على طول، فتلاقيه كل ساعتين وهو ده وضعه يقول لك كل ساعتين أنا أقدر أكل نص وجبة، ممكن أكل 7-8 مرات في اليوم. محصلة أكله أكتر من الأكل اللي كان بياكله قبل العملية كده، وبالتالي كمان ما عندوش يعني ما بيتعبش بقى من خلاص من أكلات معينة أو حاجة معينة، لكن بتقدر تاكل كل اللي تعبش. لا ما بيبعدش بقى في مشكلة. باكل وباكل كل حاجة براحة يعني الحمد لله. أنا عايزة حضرتك تقول بقى لمتابعينا، معظم متابعينا بيتابعونا النهاردة، علشان اللي عنده مرض السكر وعارف إن ممكن يكون التحويل المصغر للمعدة هو حل ليه، هيبقى يعيش حياته بعد كده بطريقه صحيه وسليمه وما ياثرش على الاعضاء الداخليه، وخايف تقول له ايه؟ اقول له ما يعني ما يتهونش، يعني باسرع وقت يعمل حاجه زي كده عشان ما نخشش في مشاكل احنا في غنى عنها. مثلا زي النظر، زي العظم، زي الكلى، كل ده بيؤدي السكر بيؤدي للمشاكل دي وما تقدريش تعالجيها تاني بعد كده، صعب. لما انت لما تعالجي حاجه واحده غير ما تعالجي 5-6 حاجات، وصعب ان انت تعالجيهم. فاتمنى لكل واحد الشفاء ان شاء الله. نورتنا يا استاذ سليمان، والحمد لله على سلامتك، والف مبروك على نجاح العمليه، وان شاء الله دايما كده في صحه وسعاده باذن الله. رب العالمين متشكرين جدا. اشكرك شكرا جزيلا. بشكرك دكتور احمد صبحي. شكرا دكتور. وبشكر حضرتك كمان على انك كل حلقه بتحاول ان احنا نجيب تجربه حيه للناس من اجراء العمليه او تحويل مصغر المعده. اتكلمنا قبل كده عن السمنه، ولكن الان كمان اساسي ليها كان علاج مرض السكر. بشكرك نورتنا، شكرا جزيلا، ودايما في تقدم وتالق باذن الله. استاذ الدكتور احمد السبكي استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، شكرا جزيلا لك نورتنا. واشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وان شاء الله نلقاكم وفقرات اخرى على برنامجكم طبيب اليوم. فقرات النهار اليوم، والى اللقاء.